هذا ليس مستشفى، إنه أشبه ببرج مراقبة تمت زراعته في قلب مدينة بيروت. بهذه العبارة وصف أحد سكان حي قصقص المنشأة التي تم تشييدها قبل سنوات في حرج بيروت تحت اسم المستشفى الميداني العسكري المصري. الظروف الحالية والحكمة والمستشفيات اللبنانية نار، العالم كله عم ترجع على المستشفى المصري وعم يدعو له. بعد انتهاء عدوان تموز عام 2006 أرسلت بعض الدول العربية مستشفيات عسكرية ميدانية إلى لبنان، منها السعودية، الأردن، ومصر، وإيطاليا، والإمارات، وغيرها من الدول. هذه المستشفيات أعيد سحبها خلال عام 2007 باستثناء المستشفى العسكري المصري الذي لا يزال يعمل حتى تاريخه ووسع من رقعة عمله. المستشفى الميداني المصري بشكل أساسي يعني عم بيقدم خدماته مجاناً لطبقات فقيرة جداً. مع الوقت بدأت عملية زرع المستشفى العسكري في حرج بيروت قبل قوننته، بذريعة أنه مغطى من قبل بلدية بيروت وأحد الأحزاب السنية الفاعلة آنذاك التي كانت تتسلم وزارة الداخلية. في ظل إصرار مصري على تشييد مستشفاه في حرج بيروت تحديداً، وأيضاً في ظل آراء تجمع على رفض إقامة المستشفى كونه غير حائز على التراخيص اللازمة والانتفاء حاجة لبنان إلى وجود هكذا مستشفى، والأهم عدم وجود رقابة مباشرة عليه، ما يجعل الإصرار على هذه المخالفة أشبه بالأحشي. نحن هنا لا نتحدث عن مخالفة البناء ذي الطبقات الثلاث في حرج بيروت كونه ينتش من الحرج المزيد من المساحات ليعلو البطون بدلا من الشجر، بل ينم أيضا عن شبهات تحوم حوله جعلت أوساطا أمنية بارزة تسأل عبر سبوتشا: هل لهذا المستشفى وظيفة ذات طابع سياسي وأمني غير وظيفته المعلنة؟ هذه الشبهات تكاثرت مع الأيام في ظل انكشاف المزيد من الوقائع المثيرة. إنه لا، لازم تستمر في لبنان. هل المستشفى بالذات يعني احنا بنوصل العلاج يوميا لحوالي لا يكون عن 600 مريض. مصدر امني رسمي اكد لسبوتشوت ان عده مراسلات جرت بين المعنيين تطلب تفكيك هذا المستشفى وانهاء مهامه فورا وتقديمه كهبه للدوله اللبنانيه، لكن من دون جدوى، والجانب المصري رفض تفكيكه. كما طرحت شكوك حول تشييد هذا المستشفى بالذات رغم اعتراض ثلاثة وزارات هي الدفاع والصحة والبيئة ووجود طعون أمام القضاء. والسؤال: لما بقي هذا المستشفى وحده بعد تفكيك المستشفيات الميدانية الأخرى التي انتهت مهمتها بعد عدوان تموز؟ أما سؤال المليون فهو ما يطرح عند جهات أمنية رسمية وغير رسمية: هل يحتوي هذا المركز على معدات تجسسية؟ ولماذا الإصرار على الإبقاء على هذا المستشفى في منطقة استراتيجية على أطراف الضاحية الجنوبية؟ وهل لدى جنود وضباط الجيش المصري الموجودين في المستشفى مهمات تتعدى الإطار الإنساني؟ ممتنين جدا من الدور اللي احنا بنقوم بيه، واحنا بنبقى سعداء جدا يعني لما بنلاقي التقدير ده من الناس. أما اليوم وقد شيد المستشفى رغما عن أنف الدولة اللبنانية، تسأل الأوساط على أساس أن هذا المستشفى وجد لأسباب تتعلق بالحرب، أين دوره في تقديم الخدمات الصحية لأهل الجنوب؟ هل أرسل فريقا إلى هناك في مهمات إسعافية وإغاثية؟ ولماذا بالأساس لا ينقل مهامه إلى الجنوب؟ وختاما السؤال لكم أيها المشاهدون: هل باتت هذه المستشفى مستعمرة مصرية في لبنان؟ أم أنها فعلا يد خير وهناك من يريد التشويش على عملها؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.